السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. أسبوع جديد ولقاء جديد، وبالتأكيد محاضرة جديدة نتمنى إن شاء الله أنه نقدم فيها ومن خلالها الشيء المفيد اللي إن شاء الله يكون ممتع ومفيد في نفس الوقت. طبعا قبل ما نبدأ خلوني أعطيكم موقف صار لي يمكن قبل تقريبا نص ساعة أو ساعة. مثل ما تعرفون أو يعرف البعض منكم أنه السعودية هالفترة وهاليومين هالأسبوع تحديدا الأجواء مرة مرة رائعة، أمطار وسيول لله الحمد وغيوم، والتغيير اللي صاير في الأجواء هاليومين تخلي الواحد نفسيته مرة حلوة. فاليوم قلت خلاص بغير، بنحاول إنه المحاضرة نعطيها في أجواء مفتوحة. طبعا قلت ما في اليوم مكتب، خلاص أنا كنت متعود طبعا أعطي دائما المحاضرات خصوصا الأونلاين تكون في المكتب سواء في الشركة أو هنا في البيت. اليوم قلت لا، بحطه في الأجواء المفتوحة، ورحت في الحوش، حوش البيت عندنا جلسة بسيطة هناك، فقلت الأجواء حلوة وغائمة، لابد إنه أشرك المشاركين معنا في الدرس انه لابد يشوفون الاجواء ويشوفون الوضع ويشوفون وكانت النفسيه مره تمام والمزاج عالي، وكنت اتوقع انه راح نبدع في شغلات اضافيه طبعا، لان الاجواء لها مفعول السحر. لكن للاسف بدانا التسجيل وبعد تقريبا او في مرحله التست اكتشفت انه الاجواء لطيفه ولكن الهواء يعني خرب التسجيل، فقلت لا مستحيل انه نسجل شيء ما راح يكون مريح بالنسبه لكم. يعني يمكن لو تسمع مره ثانيه او تسمع المحاضره راح تكون متعبه شوي، صوت الهواء ما راح يكون الدرس يعني مره مريح للاستماع. ف ضحيت بالأجواء الحلوة ورجعت مرة ثانية للمكتب علشان بس فعلا تستمتعون بمادة خالية من الشوائب اللي هي الهواء. طبعا هالمقدمة هي قصة حقيقية ولكن فيها نوع من المداعبة، ونبدأ إن شاء الله درسنا اليوم امتدادا لدرس الأسبوع الماضي. قبل ما نبدأ في درس اليوم خلوني أسترجع معكم يعني اللي خذناه الأسبوع الماضي تذكرون تكلمنا عن التسويق الرياضي كمفهوم أو تعريف، تكلمنا إنه فيه تسويق المنتج الرياضي نفسه، هناك أيضا تسويق منتج غير رياضي من خلال الرياضة. تكلمنا إذا تذكرون برضو عن الأعمدة الرئيسية التي يبنى عليها التسويق الرياضي، مثل اللاعب والجمهور والفاسيلتيز او الملاعب نفسها. تحدثنا عن الاجهزه الحديثه والبومنج اللي عملتها في قضيه التسويق الرقمي. تحدثنا ايضا عن عناصر التسويق الرياضي والمجالات التسويق الرياضي، وتحدثنا اذا تذكرون عن المصادر الدخل الرئيسيه بالنسبه للانديه. تكلمنا انه ثلاث مصادر رئيسيه اللي هو يوم المباراة والنقل التلفزيوني والأنشطة التجارية. اليوم نستكمل رحلتنا مع التسويق الرياضي من خلال التفصيل في جزئية إذا تذكرون التسويق من خلال الرياضة والتسويق المنتج الرياضي نفسه. يمكن السلايد قدامكم فيه خمس عناصر رئيسية أو خمس نقاط رئيسية اللي هي من خلالها تستطيع أنك تسوق المنتج غير الرياضي من خلال الرياضة. لعل أبرز العناصر هذه اللي هي الرعايات، يأتي بعدها التراخيص وحقوق الاسم والإعلانات والمشاهير. طبعا نتكلم عن الرعايات، يمكن الدرس الماضي تحدثنا عن بعض الشركات وقلنا هذه الشركات ما هي شركات رياضية ولكنها تستثمر أو ترعى الأحداث الرياضية بغية الوصول للمشجع الرياضي. الرياضة أصبحت منصة مهمة جدا
من خلالها تستطيع أنه تصل وتتواصل مع المشجع الرياضي، تستطيع أنك تتواصل مع المشجع العميل بشكل عام. المشجع الرياضي في النهاية هو عميل لبعض الشركات، تكلمنا عن شركات الاتصالات، شركات السيارات، شركات بعض شركات الأغذية مثل ماكدونالدز وبرجر كينج، يعني هذه شركات دائما وأبدا تحرص على المشجع الرياضي، لأن منتجاتها غالبا تستهدف المشجع الرياضي. فالرياضة أصبحت منصة مهمة جدا للشركات، من خلالها تستطيع الوصول للعميل. التراخيص، إذا تذكرون تكلمنا عن الستورز أو المتاجر الرياضية. هذه طبعا الشركة، الأندية ما هي متخصصة في مجال المنتج الرياضي نفسه اللي هو الملابس والمرشندايز بشكل عام. فتمنح تراخيص لمستثمرين، من خلالها قد يكون المستثمر هذا ما له علاقة بالرياضة، ويعني يحصل على ترخيص من نادي معين لاستخدام الشعار، شعار النادي، من خلاله يستطيع أن يضاعف المبيعات، ليست في الملابس فحسب، حتى موضوع الكافيهات، موضوع الأكاديميات. الآن نجد أكاديميات لدينا هنا في الشرق الأوسط، تحديدا في الخليج، شركات يعني تفتح أكاديميات باسم برشلونة، ريال مدريد، ليفربول، أيا كانت، وفي النهاية في أجريمنت أو في اتفاقية بين الشركات هذه أو المستثمرين مع الأندية، اللي النادي في النهاية يربح فلوس ويعطي مواصفات معينة من خلالها التراخيص تطبق في السوق المحلي عندنا مثلا. اللي راح لدبي أكيد إنه بيشوف ماتش ريال مدريد موجود هناك، وهذا برضه ترخيص ممنوح للمستثمر إماراتي استطاع إنه من خلاله يفعل شراكة مع نادي ريال مدريد. والأمثلة كثيرة حتى هنا في السعودية، وفي في في أتوقع إن في كل مكان، في أو أغلب الأماكن. حقوق الاسم التجاري برضه من الأشياء اللي تستخدمها الشركات في المجال الرياضي. يمكن أبرز الأمثلة، نعرف طيران الإمارات مع نادي الأرسنال، ملعب الإمارات هو الملعب اللي يعني يملكه نادي الأرسنال، ولكن مسماه ذهب لطيران الإمارات، ويعرف الآن بملعب الإمارات لأنه جزء من الرعاية اللي وقعت بين الشركة وبين النادي كان جزئية الملعب وحقوق الاسم، اللي من أهم الأشياء تحرص عليها الشركات. الإعلانات أيضا، في شركات أو أي نعم، الشركات هي تعلن في الرياضة من خلال المباريات، من خلال سواء تعلن عن طريق الـ LED في الملعب، أو تعلن يعني أثناء المباريات، قبل المباريات، عبر التلفزيون. هذه من ضمن الأشياء اللي تستخدمها شركات، ما هي شركات رياضية، ولكن تستخدمها من خلال الأحداث الرياضية. المشاهير وما أدراك من المشاهير، طبعا لعل أبرزها شركة جيلت مع كريستيانو رونالدو، شركة ما لها علاقة في الرياضة، ولكن يعني ترعى المشاهير اللي هم السيلبريتيز، بيبسي مع ميسي، وعلى ذلك فقس. طبعا هذا الجانب اللي يخص رعاية الأحداث، أو خلينا نقول تسويق عبر الأحداث الرياضية. هنا بركز في السلايد هذا على الرعايات، لأن الرعايات موضوع مهم جدا، ولأنه منتشر كثير، فراح أركز على جزئية كيف أول شيء الرعايات. إذا تكلمنا عن الرعاية، ما هو مفهوم الرعاية؟ وش الرعاية؟ الرعاية هي علاقة بين طرفين، اللي هو الراعي والجهة اللي راح يتم رعايتها. الراعي لديه أهداف خاصة، عشان كذا يبحث عن منفعة من خلال دفع مبلغ معين للحصول على المنفعة اللي هي حقوق الرعاية. ودائما
النادي الذكي هو الذي يستطيع أن يخلق منتج قوي جدا أو من خلال استراتيجية للرعاية. من أهم الأشياء اللي تؤرق الشركة الأندية أنه كيف نبحث عن الرعاة. أنت ممكن تبحث عن راعي وتجد رعاة، ولكن كيف أجد الراعي اللي يدفع المبلغ كبير جدا ويبقى معي فترة طويلة؟ هذه تحتاج لها أنك تدرس السوق، تعرف تحلل وضعك أنت كنادي، وين مصادر القوة، مصادر الضعف، المنافسين وش عندهم، وش كيف أن نتميز عنهم، كيف نقدم شيء يجلب ويجذب الرعاة. المرحلة الثانية بعد ما أحلل مهم جدا أنه يكون عندي تصنيف للسوق، تصنيف للرعاة، مين الناس اللي أنا أستهدفهم، مو بأي شركة أستهدفهم، لا بد أني أعرف الشركات اللي أستهدفها، لأنه بعض الشركات مهتمة في المجال الرياضي، مستحيل أني أروح مثلا شركة رافعات مثلا في او شركات تراك وما تراك والشغلات هذه، ويقول والله تعالوا ارعوا النادي او كذا، ما لهم علاقه في المجال هذا. فانا اعرف بالضبط مين الشركات اللي نستهدفها. مهم جدا ان يضع تسعير، لان التسعير للاسف الشديد بعض الانديه تتهاون في هالجانب. الاسعار او استراتيجيه تسعيريه بناخذها برضو لاحقا مهمه جدا في قضيه كيف انه تبيع المنتج بالقيمة اللي يحس فيها العميل. وهذه من الأشياء اللي للأسف الشديد تواجه مشكلة. أنا أذكر أنه في السوق السعودي، بحكم أنه أنا متعايش مع الموضوع أكبر، أندية كثيرة قاعدة تخرب على أندية، أنه والله المنتج هذا مثلا رعاية بسعر معين في نادي، تروح نادي ثاني قريب منه في نفس المدينة ينزل السعر بشكل أكبر. ففي النهاية الشركة تبحث عن السعر المناسب، ولكن في نفس الوقت يهمها القيمة، يهمها المنتج يكون يعني مسعر بشكل جيد. فالحرب الأسعار هذه أضرت بالمنتج. أذكر أني تكلمت مع مسؤولين في هالجانب، قلت لهم يا جماعة الخير لابد يكون في ستاندرد معين ما تنزل عنه الأندية، بس فعلا يكون لك منتج ذو قيمة. يعني أنت قضية أنه فقط أبيع مجرد البيع بدون استراتيجية للتسعير، هذا كارثة، وراح تأثر كثير الأندية مستقبلا، وهذا اللي حاصل. يعني النتائج العام الماضي بدأت تبين السنة هذه، فإحنا قاعدين نتكلم مع أصحاب الشأن لعله يتحسن الوضع. فمهم جدا الجزئية هذه. يأتي بعدها قضية البيع، وكيف إنه تجهز البرزنتيشن كويس، تروح للشخص المسؤول في الجهة المسؤولة، أو مو المسؤول، الشخص المناسب في الجهة المسؤولة اللي هم غالبا مدير التسويق، كيف إنه تشرح له الآلية، كيف إنه تعرض عليه، كيف إنه يحس بالقيمة المعينة. بعدها بعد ما تبيع، مو قضية إنه انتهت قضية الرعاية، لا، في عندك إدارة الرعاية نفسها، في برنامج الرعاية، كيف إنك تديره، كيف تنفذه بالشكل الأفضل، كيف إنه تفعله بالشكل الأفضل، كيف إني أحافظ على العميل لسنوات أكبر. يعني المنظومة ما هي قضية والله جبت راعي وخلاص، الراعي ممكن يجيك اليوم ويروح بكرة، لا، أنا كيف إني أجيب الراعي، كيف إني أحس إنه حصل على قيمة معينة، كيف إنه أنا أخدمه من خلال تنفيذ الرعاية، كيف إنه فعل الرعاية، الأنشطة أثناء المباريات، بعد المباريات، كيف إنه أعطيها أرقام، تقارير تحسس إنه فعلا استفاد، مو قضية إنه والله بس حطيت فلوس وانتهى. الرعاية ليست وضع اللوجو على القميص وخلاص، هي وضع اللوجو على القميص هذا مفتاح، بعده تجي شغلات كثيرة. الراعي لازم يحس إنه الجمهور بدأ يجي في محلاته، أو في الستورز عنده، ولا الشركة عنده مثلا الفروع، لازم إنه ينفق، لازم إنه أمور كثيرة تدخل فيها. أنا ما ودي يعني آخذ من وقتكم كثير، والموضوع يبدو لي إنه إن شاء الله اتضح بشكل عام ما هي الرعايات وكيف إنه نفعلها. ومن أراد استزادة فممكن يراسلني، وأنا إن شاء الله بإذن الله أعطيه أكثر تفاصيل. طبعا السلايد هذا يمكن اتكلم عن اعلان او رعايه تشيلسي مع يوكوهاما. انا عجبني، هو مدته دقيقتين الفيديو، راح اعرضه لكم بعد الفيديو اشرح لكم اياه ان شاء الله. How do you convince a CEO of an international company to part with £250 million? With Chelsea FC's sponsorship deal with Samsung coming to an end, we had to find a way to get the attention of major international companies and their somewhat elusive CEOs to offer them the unique opportunity to become the official sponsor of Chelsea Football Club. Such a huge decision can't be made purely on logic.
We needed something to tap into the emotion of prospective CEOs, to genuinely move and engage them, to present a once-in-a-lifetime opportunity to become part of a team. But not just any team. We delivered 33 Chelsea Blue cases to top CEOs right around the world, each one containing a personalized shirt and Premier League winner's medal. And then we threw them into the heart of the action with a point-of-view film, giving them a glimpse into the future of what their life could be like as part of the Chelsea family. Every detail of the film was meticulously personalized with seamless post-production, even their signature on the contract, their portrait on the wall, and their company logo on the shirts, throughout the stadium and across the world. And it allowed them to be swept up by the emotion and sheer magic of football. What we need is put Torrent in the front with it. We showed them that this wasn't merely a business decision, but that it would change their lives. In total, we reached 33 CEOs. Every single one replied. The cases and film brought a range of companies to the negotiating table, sparking a bidding war. And then, finally, on the 26th of February, Yokohama was announced as Chelsea Football Club's new sponsor, in a deal worth £40 million a year, the second biggest ever in world football. I love this game. الفيديو ما يتكلم عن شراكة أو رعاية يوكوهاما لنادي تشيلسي. جميل جدا أنك تعرف بالضبط أنت وش تبغى. الجماعة كان فيها كرياتيفيتي، كان فيه إبداع في 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 في, في كيف إنه خلقوا حقيبة أو يعني ابتكروا حقيبة فيها التيشيرت، فيها السيدي، فيها طبعا تفاصيل عن الأشخاص اللي راح يروحوا لهم الحقيبة. كانوا محددين بالضبط 33 شركة وحاطين كل CEO أو رئيس تنفيذي في بياناته، ولما يعرض السيدي راح يشوف يعني صورته في الملعب، عايش كان معيشين في أجواء الحدث وكيف إنه يستقبل، كيف إنه في ملعب تشيلسي. التفاصيل هذه كلها من A to Z كانت موجودة. من النادر إنه كل الناس اللي أرسلتهم يردون لك بعرض على الرعاية، عرض رعاية للنادي، هذا من النادر. فلما 33 من 33 يجيك كلها عروض، تختار أنت العرض الأفضل اللي هو 40 مليون باوند ليوكوهاما، فيعني شيء كبير جدا، وهذا إنجاز. يمكن لو رجعنا قبل شوي لموضوع السلايد الأول اللي هو كيف إنك تجذب الرعاة، هم عرفوا بالضبط حلل واقعهم كنادي، عرفوا مصادر الضعف والقوة ومين الشركات نحتاجهم، صنفوا العملاء، عرفوا بالضبط كيف يستهدفونهم، حطوا تسعير معينة، وبدأ موضوع البيع. الآن بعد ما انتهت وحتى عيشوهم جو تفاصيل الرعاية وش بتصير، كيف راح ينفذونها، كيف التفعيل، هالأمور كلها يعني خلت الرؤساء التنفيذيين يقبلون على رعاية تشيلسي. طبعا أنا طولت عليكم اليوم في الجزء الأول أو هو الدرس الأول، راح نقف عند هذا الحد ونرجع لكم إن شاء الله في الجزء الثاني نستكمل بقية محاضرتنا هذا اليوم. شكرا.